FM. الكلمة ليك. ثم انزعاج غير متناسب. احنا نمر بظرف صعيب له اسباب نتاع قصور السياسيين، لكنه له ايضا اسباب موضوعيه. احنا الشريك الاول نتاعنا اليوم له اوروبا، لما مستوى التبادل نتاعنا ما يفوت 90%، شوفوا اسبانيا فقط اللي بتاعها في 22%، وشوفوا ايطاليا، نشوفوا البرتغال، نشوفوا الكل. هذا مش نبرروا، مش نقولوا احنا. قلت له يشعر التونسي تقاسم التضحيات. المظاهر، ثم مظاهر استفزازيه نتاع ثراء، وثراء خاصه معناها ثراء ما يستندش المجهود حقيقي ولا هذا قاعد يستفز في الناس. ايضا مظاهر نتاع عيش، طريقه عيش السياسيين. فهمني؟ لو انا نقرب للناس ونعيشوا كيفهم، نقضي في المرشي معهم ونقول لهم نحن كنا في الهوى سواء، هذا ظرف لازمنا نتجاوزوه ونتجاوزوه، انا نخدم وانت تخدم، ونتقاسم التضحيات. لو قعدنا هذه الروح، فهمني، اعتقد مش نقول رحنا مش نردوها جنة، مش نتقبلوا الصعوبات، ما نمشوش الى اليأس. احنا نشوفوا حالات من الاحباط وزرعان اليأس، نبخان في الطلبات. كل واحد يجي تقول لي انت طالب طيران، يقول لك عندك حق. طالب زيادة بعشرة ملايين، يقول لك عندك حق. طالب الاخر كذا، عندك حق. هذه حكاية شحاها ولا ايه؟ ايه لا، نقول لك عندك الناس حق. كل عندها الحق. ايه انا كسياسي باش نعمل كليونتيليزم الزبونية، ما هنش مسؤولين. نقولوا يا ولادي عنا أولويات اليوم. الأولوية الأولى نتاعنا الحفاظ على الكيان هذه الدولة، واليوم ثم تهديد جدي. جبنا نحافظ، مش نحافظ على كيان الدولة، يلزم أخويا هدنا ما بيناتنا، ونخليه معاركنا الأنانية والضيقة ومصلحتنا، ونحب نزيد 50، ونحب نزيد 100، ونحب نزيد 20، ونحب نتوسع. نخليه هذا عنا أولوية اليوم، أن عنا فئات مهمشة لتمثل خزان خطير على البلاد. وشو الناس ما تاكلش وما تشربش وما عندش أمل وما عندش أثر، تقول يجي داعش تعطي 5,000 دولار، ويجي أي ولا ريزون تاع دروغ ولا كذا، تقول لا راهو اليوم أنت الوطنية تقتضي. لا، الوطنية راهي التوازنات المالية لا تقتضي يا أخويا. إيجا تقاسموا تضحيات، صحيح. إيجا يا أخويا نخليه تريف من مكاتبنا، فهمني، نحيه ونقطه كالعقارة في مكاتبنا، ونحط على الطاولة، نحط 500 سيدي حتى 900 لزيده، ومستعد نحطه. أنا باش نحطه، مستعد نحط. إيجا أخويا نحطه سنيدق على الطاولة. وهالناس هذه، الناس المعدمة، الناس المأيسة، الناس المحبطة، خويا نصبرها، نعملوا أسلوب سيدي نتاعك الناس اللي تخدم العمل اليومي، نضمنولها الحد الأدنى. مش صعيبة الحكاية، مش فلوس في الخسارة، مش نشيلوا بها السلم الاجتماعي، مش نشيلوا بها المواطنة. قلت نعطي أنا 400,000 نتاع إخلات، يقومون هكا الاقتصاديين نتاع إخلات وفلوس وخرجت. يا ولدي هذاك احنا كي واحد يعمل لنا عملية كيما نتاع أوتيل ولا يعمل لنا كذا، هذيك راهي تتكلف لنا 1,000 مرة قد ما ممكن ندفعه. كابا فن الكلمة ليك.